وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا سائل كريم من اليمن يسأل يقول: لما توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: من منكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فأمره فنزل في قبرها. يسأل يقول: ما دخل الجماع في ذلك؟ أولا هذه القصة هي في الصحيح وفي المسند عن أنس في وفاة أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجة عثمان، أنها توفيت، فلما جاء في دفنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يقارف. لم يقارف لها معنيان، قيل لم يقارف إثما، وقيل لم يجامع، والمعنى الثاني هو الأقرب، لم يجامع، لأن جاءت في رواية أخرى في المسند صريحة: لم يقارف أهله، يعني لم يجامع أهله. طيب، هذه في قصة دفن أم كلثوم، وهذه فيها من الفوائد أنه يجوز أن يدخل مع المرأة في لحدها ودفنها من ليس من محارمها، كما هو مشهور على بعض عند بعض العام، يقول لك ما حد يدخل إلا إيش محارمها. لا، هنا أبو طلحة ليس من محارمها ودخل، فلا حرج في ذلك. طيب، وقال السائل: ما دخل الجماع في هذا الموضوع؟ جاء في كشف المشكل لابن الجوزي وفي الفتح لابن حجر والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير وفي مرقاة المفاتيح شرح المصابيح، قيل حتى لا يذكره الشيطان ما كان فيه من الملاذ من الجماع في الليلة السابقة، لأن هو قريب عهد وحديث عهد بجماع أهله، وهذا الموطن هو موطن خشوع وموطن خضوع وموطن تذكر للموت، فمن هذا الباب حتى يكون قلبه مخلصا كله لله عز وجل، ما يأتي الشيطان يذكره بما كان من الملاذ بينه وبين أهله في ليلة السابق، هذا هو المقصود. لكن هل معناها أن لو جامع أهله لا يحق له أن يدفن؟ لا، إنما الاستحباب أن الذي يدخل في القبر من لم يكن قد جمع في ليلة السابقة، حتى لا يذكر الشيطان بأي شيء من الملاذ التي كانت في ليلة السابقة، فيصرف قلبه عن تركيزه في خشوع وخضوع أمر الموت والقبر. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.